عليك. ازيك يا عبد الله؟ ازيك يا صباح؟ ايه يا عبد الله، امي مش هنا. عادي يا بنت، في ايه مالك؟ وايه اللي عادي؟ بقول لك امي مش هنا يا بنت. بس خش. اخش فين يا عبد؟ يا بنت خش يا بنت. امي مش هنا يا بنت، بلاش كلام فاضي يا عبد الله. يعني خلصت بدري يا صفية؟ ربنا رزق، هقعد اعمل ايه؟ ادعي لي يا اختي والنبي ادعي لي. صح الظهر عايزاه يرزقك ليه؟ كل واحد بياخد نصيبه يا صفية. روحي يا وليه. وش واحدة نايمة يا بت؟ ده وش واحدة نايمة؟ هي يما المال، يعني كنت فين؟ اللي هنا يا بت. من هي يما؟ مفيش حد. طيب يا بت مين اللي هنا؟ مين اللي هنا يا بت؟ مفيش حد يما، مفيش حد. هو فين؟ هو فين؟ هو فين؟ مفيش حد يما، مفيش حد. مفيش حد ازاي؟ أهو. طيب أنا تحت السرير يا واطي. اطلعي يا واطي. مش قربت تصبري؟ كده هو ده اللي حصل، والله هو ده اللي حصل، ما حصلش اكتر من كده. والله لما تحلف لي من هنا لاخر الاوضه ما تصدقك. ايه واد اللي دخلك اوضتهم وامها مش موجوده؟ كنت عايز اقول لها حاجه. يا سلام، عايز تقول لها حاجه؟ طب استلقى بقى اللي هيجرالك. هتشوف افضلها. تعالي يا صفيه، امشي، اطلع بره يا واطي، امشي، قلبي وربي غضبانين عليك، امشي. تعالي يا اختي، تعالي اقعدي. بصي خالتي، بصي بقى، الدبل اللي جابها محروس ابنك اهي، ما تلزمنيش. جينا بقى للقرف. ليه يا اختي؟ خلاص الواد طلع بره، وتعالي بقى اما نتكلم على المكشوف. نعم. قولي يا خالتي عايزه ايه؟ ابننا بقى اللي هيخش النار، والدلعه دي بنتك اللي هتخش الجنه. يعني ايه يا خالتي؟ يعني ايه؟ يعني غلطه وراحت لحالها، ما قلناش حاجه. لكن الواد حلف لي انه ما حصل بينهم اي حاجه الا يعني زي ما تقولي مخطوبين. جرالك ايه يا صفيه؟ جرالك ايه يا اختي؟ ما تشهلي بقى واستطري البيت، خلينا نخلص. يا لهوي، وهو انا مهدود حيلي غير عشان اسطرها يا خالتي؟ طب ما يلا يا اختي قربي البعيد. اعمل ايه يعني؟ اعمل ايه؟ خلاص احنا ندخلهم الجمعه الجايه. ندخلهم فين بس؟ يدخلوا فين دول؟ يشوفوا لهم اي مطرح بايجار لحد ما ربنا يفرج عليهم. يلا يا اختي، ربي يا خايبه للغايبه، بكره تترمي رميتي دي، هما يتلخموا في عيالهم، وانت بقى دوري على اللي يسال عليكي. يعني عاجبك يلو دراعنا كده؟ سميها بقى زي ما تسميها، المهم الاسبوع الجاي نكتب واللي من وراه يخشوا. يخشوا يغوروا من خلقتي، يخشوا في 60 دقيقة هم الجوز. وصلي صلي صلي والنبي صلي صلي عاد نبي صلي صلي واتدحرج واجري وتعالى على حجري يا رماعه ويا رمانه وحدي. ايوه كده يا امه. شانك ترى 100,000 مرة قلت لك خش من غير ولا كلمة، ما أنا عارف إنه شاي، حد قال لك إنه ملوخية؟ معلش يا دكتورة، المعلم تعبان قوي وبقاله يومين ما نزلش من البيت، وقال لي أقول لك. بقول لك حط لسانك في بقك واطلع بره. آه
حاضر يا دكتور. هجيب لك حاجه دكتور تامر؟ لا متشكر يا سندينا، مش عايز في حاجه يا بابا. الناس مهدود حيلها والاكل بقى بيمريش عليها. الراجل من دول لما يوصل لسن 50 سنة يبقى ملوش لازمه. ده انا اعرف واحد صاحبي لمؤاخذه يعني ما كانش ياخد الحبايه المنشطه دي ما يقدرش يسد على بيت. يا بابا حضرتك دكتور وعارف ان مفيش اي علاقه بين الدواء المنشط ده وبين اللي هو عايزه. تهيألك. تهيألي؟ يا بابا احنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير، الدواء المنشط ده نزل جدول واستعماله كتير بيوصل للادمان، ثم ان في ناس كتير مرضى قوي محتاجين له اكتر من الناس اللي بتقول عليهم دول، والا وزاره الصحه ما كانتش نزلته جدول. بصراحه بابا انا مستغرب من المناقشه في الموضوع ده. انت ايه حكايتك معايا؟ هو انت كل ما تيجي تقعد معايا يا اخي تديني محاضره؟ انت عايز مني ايه؟ انا مش قادر افهمك والله. ما تقوم يا عم تشوف شغلك ولا تروح كليتك ولا تقرا لك حاجه. الله، انت جاي تشتغل انا هنا هتعمل معايا ايه بس؟ اسيب لك المحزخانه وامشي؟ اعمل فيها اللي يعجبك ان شاء الله تحرقها. يا رب تتحرق، يا رب تولع. سلام. امال سألت الواد عليك قال لي لسه ما نزلش من البيت. انا لسه ما نزلتش، مش عارف انا طول تعبان، جسمي كله كده حاطط. معرفش انا نمت امبارح ولا ما نمتش. لا لا حلو، خد يا اخوي، خد ده خليك زي الحصان امسك. ايوه انت والله يكرم اصلك اهو كده كده الواحد ترجع الدمويه في وشه تاني. انت ليك عندي فلوس ولا قبضت مع العيال الصناعيه امبارح؟ يا سيدي ما تشيلش هم، انت اقول لك فلوس انا شايلك للكبيره. وصي لي بس على شاي. سندينا شاي وصاير الدكتور. حاضر يا معلم. اتفضل سكت. يلا اتكل على الله. اهي اهي يلا خلاص شيلي امسك. ها فاضي يا عم؟ شيلي شيلي اتكل على الله. يلا يلا يا ست الجنيه ده قديم يا عم. قديم قديم هو احنا بنديها ميه قديمه يعني؟ ايه ده في ايه؟ في ايه؟ ايه ده؟ ايه يا عم؟ ماشي ماشي قاتل. ايه الشباب ايه ده؟ في ايه؟ انا محتاج اقعد معاك انت والاخ ده شويه، ممكن؟ ليه في حاجه ولا ايه؟ ما تخلص يا عم حفظ، انت هتقف ترغي ولا ايه؟ يا عم استنى بس، في حاجه يا باشا ولا لا؟ لا 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 مستنيكوا في القهوه يا جماعه. ماشي. انت عملت ايه؟ عملت ايه؟ عملت ايه؟ هو الميه فيها حاجه ولا ايه؟ ما طول عمرها فيها حاجه، عملت ايه؟ ما عملتش حاجه، ببيع ميه يا حفظي. في ايه؟ تعالى 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 نشوف. خلي بالك انا بره من العربيه. بسرعه تعالى. القهوه بيه. شكرا. الأستاذ حمزة بينقي رجالته بعناية شديدة جدا، بالذات لما عرف إن أنتوا بتقدموا خدمات جديدة لأهل الحارة. إحنا بنقدم خدمات للحارة يا حفظي؟ عمرنا ما عملنا كده. الله الله على التفاني والتضحية. هو أنتوا يا جماعة لما بتقدموا مية حلوة والناس تشرب مية حلوة مش دي خدمة؟ أيوة بس إحنا بناخد فلوس على كده. وإيه المانع يا سيدي؟ إمام الجامع بياخد فلوس. أنتوا يا جماعة مش عارفين قيمة العمل اللي بتعملوه. طب هو الاستاذ حمزه ده ولا مؤاخذة يعني بيشتغل ايه؟ استاذ حمزه عنده شركه مساكن سابقه التجهيز. يعني ايه مساكن سابقه التجهيز؟ يعني مساكن اتسكنت قبل ما تتبني. الله.